فيسال وشنو مش الخبز اللي متعودين نشرو مع خبز المخابز نعم هذا يعني شويه يعني في حوايج زياده اللي هما فيه الاعشاب هذو يعني كما راه نشوفو هنا حشيش هكذا الناس هي تحب تسال دوك تشوفوا الخبز هذا الجديد هذا مي هو خبز بنين يعني يعني الخبز الفرنسي اللي متعودين عليه نعم. انت يا عطيت له نفس جديد يعني يعني وصفه مليحه مغامر انت يا في الطبخه مغامر والناس يعني كاين يحبوا ثاني يشوفوا يعني حاجه جديده دائما صح وثاني ممكن يعني هذه الحاجه راح تعجبهم ومش مش حتتكرر يعني شاك فوا يديروها صح, صح ممكن يكون عنده لي زانجريدون كيما هادو وحاجه جديده يعني تكون في البيت ومهم هذا الخبز هذا يتكل لا اي حاجه يعني وحنا بصح اللي ما راح نكومبانيوه مع الطبق الرئيسي راح نديروه لي معجن بيضنجان راح يمشي معها بزاف الخبز هذا أوكي. يعني نغاد حتى التغماس مليح يحبوا المراقي نعم التغماس يبقى معه ما فيش مرقه بزاف لكن يتغمس يعني نغمسوا به اي حاجه هناك شغل حاجه تكون ثقيله مثلا كريمه مثلا اي حاجه نقدروا نغمسوا بها واللي هو المقادير تاعو ساهلين باش نوضحهم مليح للمشاهدين يقول لك المقادير راهم اكزاكت نطلب من المقادير اكزاكت كما هنا راه عندنا أنا 250 غرام تاع مارغارين 4 كيلو 4 كيلو 4 كيلو مارغارين 4 كيلو 250 غرام يعني باكي اه الباكي تاع 250 غرام نعم يجي هكذا بصح الأحسن الأحسن ما يحطوش يكون جامد يكون هكذا يكون يعني طري يخرجوه من الثلاجة ويخلوه مع درجة حرارة البيت والأحسن يجيبوا العلب هذوك اللي يجوا علب يعني أحسن من هذا اللي يجي في الباكي هذا نعم باش نوضح لهم يجي هذاك يجي طري أحسن صح تغطيني هذاك بون عندنا هنا قلنا 250 غرام تاع يعني مارغارين ماشي زبدة مارغارين واللي حاب يدير زبده يقدر يدير زبده يقدر يدير زبده بصح الاحسن ولا تصلح برك بالمارغارين هذه الوصفه المارغارين فيها شغل فيها ماء زياده هكذا اوكي احنا بازين على الفيجيتار هنا شغل عندنا اعشاب هذو كما نقولوا احنا عندنا هنا معدن كل ما هو نباتي عندنا نعم موادنا نباتيه احنا عندنا نص حبه بصل يكون ملحي يعني ملحي يكون رقيق يعني حتى ملحي على اصوله على اصوله نعم حتى يطلق الماء تاعو هذاك عندنا هنايا حوالي 100 حتى 150 غرام تاع جبن مبشور جبن مبشور جبن يخير وجبن يكون مليح يعني يكون اللي يذوب احسن يجيروه هذا عندنا هنايا معدنوس 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 عفوا معدنوس هنايا حوالي 3 مغارف تاع ماكله هكذا وعندنا هنا زعيطره هذه زعيطره زعيطره معروفه هي ماشي زعتر هذه زعيطره 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 نعم هذه زعيطره اسمح لي البصل شحال حبه صغيره نص حبه نص حبة نص حبة كبيرة نص حبة كبيرة بس صغيرة اوكي تكون حتى الحالة حسب الكمية هذه قلنا عندنا هنايا معدنوس وعندنا هنايا زعيطرة وعندنا هنايا ما حش نديروا لو بلون نديروا غير لو جون نديروا صفر برك نديروا غير صفر البيض صفر البيض برك وعندنا هنا وحدة بيكن باودر اللي هي خميرة خميرة الخبز اوكي هذا ما كان هذو المكونات راح نجمعوا بهم والفرينة شحال الفرينة تاعنا الفرينة على حسب واش عجينة تاعنا نديروا فيها ميزو حتى نحط تعرف شحال هذه هنايا حوالي 400 غرام هكذاك حوالي 400 غرام نديروها حنا نبداو يعني حاجة سهلة نبداو نخلطوا المكونات تاعنا هكذا وهنايا مام العجينة راح تعجن بلا ما لا 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 بالماء عندنا باسكو لو جون بالماء تاع البصل بالماء تاع البصل والمارغارين اوكي وبالمارغارين نعم هاني حاجة سهلة هنايا نزيدوا معدنوس معدنوس تاعنا قولوا حوالي قلنا حوالي ثلاث مغارف ولا زوج مغارف ملح ما درتش ملح ما في بس عندنا فروماج فروماج مالح فروماج نعم صح مالح احسن تفادوا تفادوا السكر تفادوا الملح نديروا البصل تاعنا خلطوا كل شيء هكذا المكونات هذو مع بعضهم كما قلنا واش من نكهه اللي راح تغلب عليها اكثر كي نذوقوه بصل ولا معدنوس ولا هي يعني تستبن بزاف تستبن الزعيطره وتستبن البصل هذو اللي يكونوا قويين 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 صح الزعيطره والبصل كيما المعدنوس احنا نعرفوا بلي ديجا اصلا كاين ناس بزاف يغلطوا بين المعدنوس والقزبر كيشوفوه هكذا يقول وتشوفوا في الريحه باسكو القزبر يجي قاطع يجي ريح اكثر من المعدنوس نعم المعدنوس راح يذبال كامل راح تروح والجبن ثاني والجبن ثاني راح نحسوا له باسكو علاش كيذوب في الخبز حنا راح نديروا دي باكيت صغار دي باكيت صغار يعني اوكي كياكلوهم اصابع اصابع نعم اصابع يكونوا والمعدنوس راح يبدل له اللون يعطي له اللون الاخضر هذا يعطي له اللون في الشكل كي نقولوا نشوفوا الخبز هكذا تشوفوا دي بوان هكذا في الفال هكذا وممكن نديروا له جون داف هذا راح يعطي له لون واحد اخر يولي يبان في الصفر اكثر من اللون تاع الفرينه البيض هذا اوكي نعم مليح نديروا المارغارين تاعنا
إن المرقعين لازم تكون ذايبة شوية. تكون هكذا كيما راهي هكذا تكون طرية هكذا. هكذا. واش كيقول كيما نقولوا هنايا نرملوا مليح العجينة تاعنا. ومام اللي كان مثلا الفرينة كان واحد إنسان زاد زيادة شوية زيادة ولا يقدر شوية حليب هكذا يمشي بها ولا ما ولا عادي. إذا جاتو يابسة في يده. نعم كيما هكذا دوكا راهي شوفك راهي طرية. العجينة هي طرية. تسمى المقادير كانوا مضبوطين كيما يقولوا. تلاي من العجينة تاعنا والصفر تاع البيض وقتاش ديرو؟ صفر البيض دركا نديرو الخميرة هادي متبغاش ديرها قبل البيض؟ ديرها المفروض نديرها مع الفارينة معليش ندير لك البيض ولا مازال؟ دير 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 هذه وحدة نعم هذه راح ديرها الباذنجان هذه نحتاجوها في الطبق الثاني بيض بيض للعجة تاع الباذنجان نعم شوف هنايا لطفي اللون تاع العجينه كيفاش تبدل تقول راح الصفوريه بزاف راح هكذا ولا جون مع الوسمه هنايا نديرو ايه اللون الاصفر تاع الصفار البيض الصفار البيض هو اللي عطى اللون هذاك نعم. هذه ترتاح ما ترتاحش العجينه هذه؟ العجينه هذه ما ترتاحش بس ما فيهاش حاجه اللي نريحوها بس علاش؟ احنا ما درناش هنايا خميره الخبز ولا احنا خميره كيميائيه اللي نحطها في الفرن علاش باش جينا الاعتقال هذو يجونا خفاف شويه اوكي وطيبوها مباشره في الفرن هذه نقدروا نريحوها الخميره هذه ما تحتاجش سكر كيما موالف دير لا 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 خميره الحلويات ما تحتاجش سكر يعني معروفه نعم يتفاعل هكذا كشمع العجينه تاعنا دوك هكذا راهي واجده هاي ليك يكون الشكل تاعها هاديك هكذا من بعد نحكمو هذا نحبو نديرو بالكراماش نحبو بيدينا عينك ميزانك هكذا نحكمو ونديرو جور دو سيغال هكذايا مثلا نحكمو الخبز تاعنا هكذا بالطبع راح يطلع راح يتنفخ شوية حاجة خفيفة مع الخميرة لك تطلعو شوية هذا ما كان ما يطلعش بزاف هكذا حنا قد ما نرقوه قد ما نفخنا بس حاجه قليله مثلا كيما هكذا نديرو هكذا الجو يجي مقرمش ولا طري كي يجي مليح يجي طري يجي يعني مقرمش مقرمش انا نحاول كيفاش يجي الجو هذا هكذا ونحطوه في الفور ما تطليش بالبيض والو نحبو نطليه ونحبو ما نطليهوش كيما نحبو يجي اصلا هو فيه لو جون هذاك يطيب لنا يعطينا اللون الصفر هذاك هكذا هذا هو برافو عليك اذا ابداع اخر يسجل لحساب ان شاء الله يشوفوا في الفينيسيون لانه في الكومارا جينا بحاجه جديده اللي ما كناش نعرفوها من قبل برافو عليك شيف اذا بعد قليل راح يزيد يكملنا باقي الاطباق نعم. طبق واحد مازال عندنا تحليه ثانيه عندنا تحليه نعم تحليه وش هي؟ راح ندير لهم اليوم جور بيني بيني بصح راح كيما احنا البيني نعرفوا نديروا بالفارينه البيني راح نديروا اليوم نديروا نص فارينه ونص سميد فارينه سميد ونديروه بارسي يعني احنا داخلين على الصيف دوكا علاش احنا نحسوا شغل كملوا في الديار يعني في الحجر المنزلي في البالكون ديروا غسيلة تاع ماء ونحسوا روحنا شغل وحطوا البيني واستمتعوا استمتعوا بالصحة ولنا العافية برك ان شاء الله يا رب لازم ما نسخفوش بالاوضاع علينا وباء الكورونا مازال منتشر مازال فيه موجه ثانيه راح تحدثنا عليها اكثر الدكتور طبيب العام محمد كوش والخبير الدولي في السلامه الامنيه ونسمعوا في رنه الهاتف ونقولوا الو الاول متصل او متصله الو صباح الخير الو صباح الخير خويا لطفي صباح النور صباح الورد اهلا وسهلا واش راكم لاباس والله لاباس ربي هاني كنتم السؤال عليكم الحمد لله وصباح الخير الاخت ايمان وين راه الاخت ايمان راهي في دار كل خميس ايمان تغيب صباح الخير 250 غرام تاع مارغارين تسجلي مليحه عندنا نص حبه بصل كل مرحيه مليح تقلب تاع هذا بيان وعندنا ثلاث معالق تاع معدنوس عندنا زعيطره حوالي مغرف ونص تاع زعيطره عندنا وحده خميره
250 غرام زبده مارغرين مارغرين معروف قلنا عليها فروماج رابي وفروماج رابي قلنا حوالي 100-150 غرام تاع الفروماج رابي والفرينه وفرينه حوالي 400 غرام هكاك 500 غرام خلاص دونتي كل شيء وصفار بيض وصفار بيض زوج حبات بيض زوج صفار بيض صفار بركه الابيض نحيوه وخليه برك الصفار نتمنى انه استفدتي من هذا التجربه اللي نعيشوا فيها مع بعض انا نتعرفوا نكوروهم هكاك باش يجوا من متوازنين باش يجوا كاع من شكل واحد ونديروهم على هذا الجور هذا ولكن حبوا نديروا كبير ثاني نكبروهم حبوا نصغروهم كيما هكذا خير صغير خير نعم باش ما يفسدوش ايضا نعم باش يفسدوش ياكلوا قسمه يدوا قسمه ياكلوا وهكذا وهكذا ما نقدروا نزينوهم مثلا نحب كيما قلت من قبيله نديروا لهم جوندر نديروا لهم هكذا دلجلان دلجلان نديروا لهم اسمه حبه البركه ثاني مليحه ثانوج ثانوج نعم برافو عليك شاف شكرا اذا فيما بعد راح نتعرفوا على باقي الاطباق